وفي تصريح خاص لمركز الأخبار تحدث الدكتور سمير الحداد استشاري صحة عامة ومهنية في إدارة فحص الوافدين بوزارة الصحة، تحدث عن أبرز بل عن برنامج فحص الوافدين وأهم إنجازات البرنامج المعتمد لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المطبق منذ عام 1995. يجب الإشارة إلى أن برنامج فحص الوافدين تم تأسيسه في عام 1995، كان الهدف منه هو وضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين، وذلك للتأكد من سلامتهم الجسدية وخلوهم من الأمراض، وخاصة الأمراض المعدية اللي ممكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي. ويأتي ذلك من خلال اعتماد مراكز فحص طبي في بلدانهم الأم، يعني في الدول المصدرة هناك اعتماد إلى هذه المراكز. ينظم عمل البرنامج لائحة تنظيمية يتم اعتمادها من قبل معالي وزراء الصحة بدول المجلس، ويتم الاعتماد أيضا على برنامج إلكتروني لتسجيل وحجز المواعيد الفحص الطبي للوافدين في بلدان الأم.